في يوم من الأيام يذهب الابن إلى أبيه ويقول: يا أبي، ما هي قيمة حياتي؟ فيعطيه الأب حجرا ويقول: يا بني، إذا أردت أن تعرف قيمة حياتك خذ هذا الحجر واذهب به إلى السوق، وإذا سألك أحد عن السعر فلا تقل أي كلمة، وارفع إصبعين من أصابعك فقط. فيفعل الولد ما يقوله والده ويذهب إلى السوق يتساءل، وفجأة تقترب منه امرأة عجوز وتقول: كم سعر هذا الحجر؟ الصبي لا يقول أي كلمة، فقط يرفع إصبعين، وتقول المرأة: دينارين، سأفعل ذلك. يتفاجأ الابن ويعود إلى أبيه يقول له: كانت هناك امرأة عجوز في السوق، أرادت أن تعطيني دينارين مقابل الحجر. ويقول الأب: يا بني، المكان التالي الذي أريدك أن تذهب إليه هو المتحف، وأي شخص يسأل عن السعر لا تقل أي كلمة، ارفع إصبعين فقط. فأخذ الابن الحجر وذهب إلى المتحف، وبعد حوالي 20 دقيقة يقترب رجل في منتصف العمر من الصبي فيقول: كم الحجر؟ لا ينطق الصبي بأي كلمة ويرفع إصبعين، فيقول الرجل: 200 دينار، سأفعل ذلك. يتفاجأ الصبي ويعود إلى المنزل: أبي، أبي، أراد رجل في المتحف شراء حجر بمبلغ 200 دينار. نعم ابني، آخر مكان أريدك أن تذهب إليه منجم المعادن الثمينة، اذهب بالحجر، وإذا سأل أحد عن السعر لا تقل أي كلمة، فقط ارفع إصبعين. فأخذ الابن الحجر وذهب إلى المنجم. بعد مدة وهو بالداخل لمحه رجل عجوز، وعندما رأى الرجل العجوز الحجر بدأ يقفز ويصرخ: يا إلهي، لديك الحجر الذي كنت أبحث عنه طوال حياتي. لا ينطق الصبي بأي كلمة ويرفع إصبعين، فيقول الرجل العجوز: 200,000 دينار، سآخذها. الصبي لا يصدق ذلك، يقفز ويركض إلى والده: أبي، أبي، أراد رجل عجوز في المنجم أن يعطيني 200,000 دينار مقابل الحجر. ترى يا بني، هل فهمت الآن قيمة حياتك؟ الحياة تدور حول المكان الذي تضع فيه نفسك. يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد الحصول على قيمة دينارين أو 200,000 دينار. هناك بعض الأشخاص الذين يحبونك كبضاعة، وبالنسبة لهم لن تساوي شيئا. لذلك هو عليك يا ابني تقرير قيمة حياتك.